Iraqi regime must reveal and destroy, under UN supervision, all existing weapons of mass destruction. We will act with the full power of the United States military. We will act with allies at our side, and we will prevail. ارتكب المجرم الأرعن بوش صغير هو وأعوانه جريمته التي كان يتوحد بها العراق. سقط صدام حسين وسقطت بغداد. إنه 9 أبريل 2003، 21 عاماً على مشهد قطع أنفاس العالم وكان العراق بوصلته. لكن ماذا اليوم؟ ماذا بعد المشهد المهيب بسقوط دولة عربية على يد الثنائي الأمريكي البريطاني من دون تفويض أممي؟ عللوا أسلحة دمار شامل لم يجدوها، محاربة إرهاب زاد وبالاً، ديمقراطية مفقودة. هل يعبر العراقي اليوم عن أفكاره بحرية دون أن يخاف القتل اغتيالاً؟ نعم، بعد 21 سنة هل أصبح العراق الحديث أفضل من عراق صدام حسين؟ بالوقائع أسفرت الحرب عن مقتل وجرح وتهجير مئات الآلاف، وسيطر على البلاد عدم الاستقرار. فعلى الرغم من تبريرات واشنطن، يبدو أن العديد من العراقيين يشككون بالدوافع الحقيقية لها لخوض الحرب. تشير نتائج استطلاع أجرته مؤسسة جالوب الدولية عام 2023 في محافظات العراق إلى أن 51% من المستطلعين يرون أن الولايات المتحدة غزت بلادهم للتحكم بمواردها. وفقاً للمسح، رأى 60% من المستطلعين أن وضع البلاد ازداد سوءاً عما كان عليه قبل 2003، مقابل 40% من الشباب الذين لم يعاصروا النظام السابق يرون أنه تحسن. والآن ينقسم العراقيون حول الوجود الأمريكي في بلادهم بين مؤيد ومعارض. العراق الذي كان من المفترض أن يكون أفضل لأبنائه أصبح يرى عدد متزايد من شبابه أن مستقبلهم أفضل خارج البلاد. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية. اختزال التعقيدات في العراق صعب، إلا أن الأكيد أن ملايين العراقيين يعتقدون أن السنوات 21 الماضية كانت مليئة بخسائر واضطرابات وحروب وغياب أمن وطائفية ومذهبية وإفلات مجرمين من العقاب. في المقابل يرث جيل جديد عبء ماض لم يعرفه، شباب الاقتصاد والعمل أولويتان له لا يتحققان من دون سلم واستقرار.